عابر سبيلي لا عابر سبيلي وانت وقفت الرحيل انت وقفت. مرحبا بكم من جديد، ما زلنا مستمرين في قصة الحاج المهدي المشهور بشاعر المينا، وحنحكوا على المينا وعلى الشعر على في المينا وعلى غير المينا. صياد وبحار وشاعر المينا، فقول لنا حاجة على المينا. عندي حاجة على جليانة. على جليانة هاي نسمعه. قد عدنا أيام العمر في جليانة، عدنا أيام العمر في جليانة، على فراقها رايد الله سبحانه. عدنا أيام العمر في جليانة على شطها نجارة، بين البحر والموج والصنارة، وعيوننا في الليل دوم صارة، نحرس بحرنا مع عدو يدنانا. عدنا أيام العمر في جليانة، عدنا أيام العمر في جليانة، ملحة بدلنا، فقدنا صغار كبار ما سلمنا، موج البحر والريح ما يشغلنا، والرزق بيده ربنا سبحانه. عدنا أيام العمر في جليانة على فراقها رايد الله سبحانه. عدنا أيام العمر. أي أيوة والله، جليانة هذه ما عمنا فيها يعني فعلا البحر شيء جميل، عندنا بحر والله. الراحة النفسية حتى تقمزي على الرملة متاعها، هي الرملة بروحها زي الذهب. عندنا راحة نفسية، عندنا شط جميل جميل بحرنا، جميل كيف نستخدمه وكيف نحقه في الشطوط الأوروبيين حيط وقول كابين تقول كابين مرش. أيوة الشط متاعنا الرمل الرمال الذهبية اللي يحكوا عليه. صح، انت على طول تقول في الشعر كل ما قابلك موقف والله تقول فيه هيك وخلاص. لا المواقف اللي تخليك كيف شنو يعني؟ والله شنو اي حاجه معوجه، كتبت عن النواب، كتبت عن الدنيا كلها، اي حاجه متعجبني تكتب عليها. كتبت على وليه ربت ولدها وني ولزوها، لا حول ولا قوه الا بالله، في العجزه وحطوها في النيل. شن قلت عليه؟ المواقف كيف هذين أنا يزعل فيها. أي هذه لما سمعت عليها كده حزت في نفسك. شن قلت عليه؟ بداية أنا داير وعدة، هي اللي قالت راس البيت. عندها ما باش تتزوج، عندها رجل بيت واحد من رجلها الأول قعدت تربي فيه. قعدت عليه. كبراتها وبعد ذهبها ودارت لها شقة وزوجاتها، ونهار جيت متزورة قلبوا الوجه ويبي يطلعوا شرم. نزلت تبكي مع الدروج. في واحد جاي صاحبة تلقى وياها. وجعت عند امها كيف عزوز الحوش. قال لها لاباس حوايجها كنك. عرفاتها طيب صبت ودوات لها. قالت لها شنقول لك يا باتي؟ جات موجعه من اللي عزيز علي. يا لطيف. جات موجعه من اللي عزيز علي. يا ريت جات من ناس برانيه. يا ريت. قال لها هاي نشيل لك لامي وني. قالت لها لا وصلني العرب وصلها. وتم يتردد عليها وما سيباش بك. ولا قالوا لي على راس البيت وقالوا لي كم علي بمعرفتك انت. أنا خشيت القلب العزيز اللي هي مش قادرة تطلع الكلام. أيوة ودويت بلسانها. ودويت بلسانها. باه. على راس البيت متاعها هي اللي طلعتها. أيوة. قالت جات موجعة من اللي عزيز علي. يا ريت جات من ناس برانية. قطعة مني وكان كبر عقلي عليه شغلني. لا حول. يا ريت يا مولاي قريب مني قدام عيني ما يغيب علي. أي أيوة والله. جيت نزوره مرايف عليه العقل سمح الصورة. ربت يدي وشقا وسمورة. اللي كبد مذاقت يحسوا بيا. أيوة. لقيتهم غير صراب ماشي شوره، مجبور نتركه غالي ودار السيئة. لا حول. تركتها حزينه وجايه مسروره، والعيون فاضن بالدموع علي. حسيت روحي نازله مقهوره، وغلبت في المشي عليه رجلي. جاني اللي على الحن عايش شوره، طفى بكلامه نار شطت فيا. الله يحفظه من كل عين غروره، فعال خير ليبي ولد بيتيه. على الراجل الاخر جات موجعه من اللي عزيز علي. يا ريت والله. اي والله والله فعلا هذه تحس في القلب يعني. اي والله ربي يسلم عوائلتنا ويحفظها. الحمد لله يعني ربي الحمد لله رب العالمين. وتهيئ الوالدين معظمها مش واجدين يعني الحمد لله. نوادر الاغلبيه الحمد لله حنن في حالهم وديما عندهم الوالدين هذوما. اي والله الوالدين لو كانك كسبت رضاهم. باه. اي الوالدين لو كانك كسبت رضاهم كل ما دعوا لك يقبل مولاهم. اي والله يا نسيهم مغلب عليك الصغر تعقر فيهم، لا تمدهم بالعطف، لا تشاغيهم غليظ عنف قلبك غليظ معاهم. يجيك يوم والعصيان تسمع بيهم يولوا عليهم في العقاب ابنائهم. يا جاهلهم بحب الهوى والصغر بتبدلهم، كيف تو توصل تنزل منزلهم، والكبر بيخلص عليك اذاهم. وان يضحك الايام لا تمنهم، والنفس والشيطان لا تنساهم. بيهم وصى في شرعنا القرآن وارد نصه، يحاذي الخطر والبنت عليك العسة، والهم تملى خير في مرضاهم،
الاثنين لا واحد مخلي حصه الوالدين ما تقدر ترد دفاعهم. والله ما تقدر. لا تنهرهم في القران. اي والله. لا تنهرهم في الامره والدامره شاورهم. وقت تفرح يفرح وخبرهم واخفض جناح الذل كيف تراهم. أيوة. وبالعفو عند المقدره قدرهم وديما تادب في الحديث معاهم. ديما ايوه. يا مصعبهم يلبوا طلبنا قبل ما نطلبهم. يتحملوا ويسامحوا مجربهم حنين قلبهم وقت اللي يشوفوا ظناهم. جربت من الحيوان يا كسبهم يرضوش على الهامش بغير ظناهم. اي أيوة والله. يا مظنوني الوالدين ما فيهمش واحد دوني. ما فيهم. الوالدين تعبوا في الحياه ربوني. هيهات ما نقدر نرد دفاعهم. هيهات. والله حتى نحطهم في عيوني تقعد ديوني دين في دنياهم. شبه الايه. الوالدين حكمة ما لها نهاية. الوالدين أم الشاقية البكاية يدير عملته وتشحد عليه باباهم ومن العطف تبقى دموع حاضر الراية يمرار له ويبقى اللذيذ حكاهم. اي والله. ديما يحنوا الوالدين لو كانهم عطوهم يمنوا. أبدا. الوالدين يبغوا يلحقوا وتمنوا مساكين ديما في شقاق شقاهم. الوالدين أيوة. ما تقولش عليك تهنوا مشاغيل حتى يسكنوا مثواهم. والوالدين لو كانك كسبت رضاهم كل ما دعوا لك يقبل مولاهم. صح لسانك. والله أيوة الحمد لله. أبو يوم الاثنين رضينا عليه. الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. والله يغفر للميتين ويطول عمر الأحياء من الأباء. أيوة. والأمهات يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. ما أنا دي ما نكتب قلت لك واجد. لكن حنقول لك حاجة على المحبة يعني مش بالسيف. مش أي واحد راه بيحبك ولا محبك. أيوة. يقول كل شيء بالسيف اللي يحبني يا بنادم. أيوة مزبوط. أيوة. شوف مثل هذا بيقول فيه. مثل أيوة. كل شيء بالسيف اللي أحبني يا بنادم. صح. الصحبة اللي بالكيف ما عاد منها لازم. أبدا. وإن صح لك تشفاني ما درت لك من سيء. وتزيد في حرماني وأنت العزيز علي. أيوة. زعم درتها بالعاني والله تعذب فيها. إن كاني غليت نصون الغلا وقدارة. وإن كاني جفيت نضوك خصيمي نارة. أيوة. وإن كانك الصوب نسيت ما تقدر تعوم بحارة. ناع البحر خذيت وما يهمني تيارة. أبدا. الحب والحنية ما تنشر بالمال. أيوة صح. واللي صون وغي ننساه محال. وصادق معاه بنية مهما غيابة طال. ولا نسيف هويت ولا للعداوة لازم. ويفنى جميع الكون ويبقى الخالق دايم. وكل شيء بالسيف اللي أحبني يا بنادم. كل شيء يجي بالسيف والله اللي أحبني يا بنادم. باهي انت فتحت لنا توا طريق واحدة أخرى. قلت لك طرق وجدات انت تعبك حتى معي. لا لا بالعكس نحن مبسوطين نسمعوا الكلام. ما نتعبوش منا بكري. بيقول لنا شنو أخرى عندك على المحبة على الود على تسامح عليه. بل عندك قصيدة نقولوها يسمعوها الناس ويسامحوا مع بعضهم يتراضوا ترطب القلوب. يا بنغازي شدي الهمة نبو تاريخك في القمة. نفخر بيك وفي العالي فوق نعليك. ومنفرط في ترابة فيك راويها الليبي من دمة. يا بنغازي شدي الهمة. شدي الهمة. بيت العيلة بنغازي حلوة وجميلة. أبي صح. محتضنة كمين قبيلة. خالو وبناخي وبن عمه. أيوة. يا ابو غازي شدي الهمه شدي الهمه. نبو نبنوها ورد وياسمين نخلوها حلوه في عيون اللي جوها سواعدنا بيها مهتمه. يا ابو غازي شدي الهمه. نبو تاريخك في القمه. يا ابو غازي شدي الهمه. والله نبو تاريخك. واجمل ورده اللي بياكلها. أيوة اجمل والله. ورده اللي بياكلها والله. ولهنا الناس طيبه. الناس ان شاء الله فعلا خلوا بلادنا كلها ورود وزهور وياسمين. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ونفتكوا من هذا الدمار وهالنفوس السيئه. نعيش ما زلنا من العمر. نعيش ونعيش شويه قليل. نعيش ويلتنا ونعيش وعيالنا واحفادنا. اي والله ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. ما عندكش حوجه على عيالك؟ واحد دراه لك كبدك واحد عجبك واحد. والله الشباب حاجة للشباب حاجة. أنا اليوم تعبتك تعبتك. قلت نحن الليبيين. أيوة. مرفوعين الرأس. لجدودنا تاريخ. مسطر من الأساس. ليبيا نصون ترابها ونفتح أبوابها ونرحب بالناس. نحن الليبيين مرفوعين الرأس. ليبيا يا مجملها لحمة وحدها لها بصحراها وساحلها. شامخ توم جبلها تعالوا شوف أزهارها بعد فتح نوارها في أجمل إحساس. نحن الليبيين مرفوعين الرأس. لجدودنا تاريخ مسطر من الأساس. ليبيا نصون ترابها ونفتح أبوابها ونرحب بالناس. آمين يا رب. إن شاء الله نفتحوا أبوابها. بلادنا بلاد للجميع ونرحبوا بالناس ونرحبوا باللي يجيبينا بس يعيش حياة سعيدة معنا.
امين. هذا اللي نبون احنا نعيشوا مع بعضنا خوت و... اكيد ومرتاحين ونبنوا البلاد يبنوها العويلة ضم اللي طالعين ضم يبوا بلاد تليق بهم يعني مساعة وخالية من مشاكل أيوة وخالية أيوة. من حقد وخالية من حسد وخالية من هذا اللي النفوس المريضة تمنوا فيه ونسعوا له بإذن الله. ليش ما نقدوش خوت كلنا؟ ليش ما نقدوش كلنا خوت؟ اي أيوة والله فيك مرات الفتنة تدير وفكونا من قصة العنصرية قبيلة فلان قبيلة فلان كلنا نبيين القبيلة هذا غطاء اجتماعي غطاء اجتماعي لكن احنا كلنا كلنا خوت وكلنا ليبيين طالما انت ليبي معناه اخويا واخوك من مرج من البيضة من طرابلس من غريان من كل مكان اي والله طالما يضمك اسم ليبيا نحن خوت اكيد اكيد وكفاية الدنيا خلونا نعيش كويس يعني اكيد والله باهي كيف تشوف المستقبل في البحر يعني ممكن تعاود ال والله بيني وبينك والله بيني وبينك انا والله من الحوت بيني وبينك ترى الناس كلها اسمعوا الناس تسمع بلا خليني اسمع لكن تو انا بيني وبينك والله انا بنسيب حتى البحر ليش؟ ما فيش ما عادش في مكسب لا الحوت هذه تبي هذه قصه هذه هذه جايتنا من اليابان ايوه ما عندناش انا بحر عمري كله نخدم عمري ما حقيتها جاي عن طريق بابور تخشوا كنتوا تباتوا في البحر و... بالأربع خمس أيام في المركب نقول ما عمرك مثلا جاتك كي صادفت يوم كان بحر هايج وصار نسينا فينا مواقف كذا نسينا المرات تقول يا رب إن شاء الله نروح يدير لك نوم في البحر ولا الريح الجبل هذه عندنا أخطر ريح هذه مسمينها غزال العويلة الريح اللي يجيك من جيبة تراب وجيبة نيت يجيك جو البحر هذه أخطر ريح عندنا في البحر في البحر لما تخشوا كيف يعني الرياح القبلي ما عندك مش كيف تعرفوا إن في جاية نوة ولا مش جاية لا عندنا لا عندنا وفيه الأرصاد الجوي وراني لكن مرات يحوزك وانت في البحر بدون يعني بدون ما عندك مش اتصالات لا لا مرات انت في البحر يغير الجو وانت جا انت خاش مشى الجو تمام لكن غير هذه حاجة بإرادة الله عز وجل يغير عليك الريح بشكل القبلي القبلي هذا طول اللي مصبي على الشط يحق البحر هادي يقول لك ريتيه هادي يقول حصيد ايوه كأنه فرشة وهو جوه يقلب وهو جوه يقلب ايوه كلمة تباعد كلمة الموج يقلب لين يقلب فلوكة تو زمان كان عندنا سوق الحوت اللي ما زال تو مسمينا سوق الحوت وما عادش في حوت ما عادش في حوت سوق الحوت وعند تو وعند بكره وبعد بكره نبيك تحكي لي على هذيك الفترة يعني كيف كان وكي بس خلينا نطلعوا شوية هيك ما زلنا مستمرين ما زلنا مستمرين مع حكايات الحوت والشعر والجمال وأيامنا زمان وناسنا زمان اللي نتمنوا الود يعاود من زمان خلينا نكملوا على سوق الحوت سوق الحوت هذا كان في منطقة البلاد نعم ومعروف وكانوا طبعا الصيادين الفلايك والمراكب يبيعوا في حوتهم غادي بيه يجوا ياخذوا فيه يشيلوا فيه جماعة غادي كان في جرافات اللي يحوت الجر اللي يجيب في التريليا الحمراء اللي قلت لك عليها وقت أيوة. هذين حتى انا كان يجيبها غادي وكان الحوت بيشيلوا فيه بجنيه وخمسين قرش وما نفس من الغلاء كان اشكال واشكال واجهه سميمره كانوا يبيعوا فيه على كروات اي يمشوا البلاد وسط البلاد الصافي والحيش اي صح يمشوا يبيعوا حوت 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 ايام الكاغط والقرطاس حتى الحوت ما فيش شكايه لا وما زالت ما خشتش علينا ما زال هذاك الوقت القرطاس بتاع اللحم الاول هو اللي يحطوا فيه في الحوت ايوه ما كانش بشيء ب 50 قرش والميزان معاه في الكارت والميزان بتاع الكيلوات تحط لي في النص كيلو الحديد ايوه بتاع الكفتين بالضبط اي وما كانش فيه مطاعم كيف تو ولا تعدي المحل يقول هاك قليلي ودي كانش يطيبوا في البنكين زي تو حتى الغسل اللي نظفه فيه عزيزنا في الحيشان انا هي. باتي على الحوت بالماكينه ديما الحوت يحوشنا صح هي اللي فيه بروحه حرايمي مقلي كل شيء في الحيشان واغلب الليبيين كانوا يطيبوا فيه في الحيشان في الحيشان صح ما فيش مطاعم ما فيش ولايات وبالسوق يعني السوق كانوا شنو كانوا مقسم من جوا رخامات رخامات كيف اكبر من الطاوله كان فعلا رخام كله ابيض ايوه سوق الحوت اللي مدور تدوير مدور تدوير اللي في نافوره جوا بالضبط ايوه تذكريها فيها نافوره جوا ايوه هذه النافوره ديما تقعد معبيه ميه الجاب هذيك ياخذوا منها وينظفوا الحوت ويسيقوا ويغسلوا اي وكان كله مرمر هيك ويبيعوا فيه كله رخام رخام طليان هيك رخام ايوه صح طبعا يجيهم الحوت بتاع الشغل الصيادين اللي في الميناء كل واحد واخذ صندوقين واحد عشرة واحد يسدفون على الرقام هذا والناس كلهم يجون سوق الحوت يشوفوا الحوت يشوفي صح
وكان نظيف وسمح. بين بك تحكي لي عليها المنطقة كلها، المنطقة هذه كانت وسط البلاد يعني، كانت حتى في رمضان لعنت يعني يا رب تعاود من جديد يعني، تو بداتها هذه سوق بنغازي تحت سوق الحوت بالضبط. ايوه كانت مقاهي كانوا الناس فنانين فيها فيها وكل مثقفين فيها. أيوة. الرياضيين فيها، العساكر سوسه فيها. اي احكي لي اعطيني الصوره هيك، خلي الناس يعيشوا معنا في الصوره هذه، شو تتذكر فيها؟ كانت هذه وقت موسم رمضان قبلها بعشر ايام تلقاهم كل الموجين. ايوه اللي يبيع في الزيتون المخلل، اللي يبيع في الهريسه، الخبزه بجميع انواعها تتباع غادي. ايوه عرفتي، كانت لازم قبل المغرب تلتم هناك، لازم يلتموا. ايوه اللي ياخذ الخبزه، اللي ياخذ الهريسه، اللي ياخذ الدعافع، الصيام للرجال اشهر من الصبايا. كل حاجه يبيها بياخذ منها. ايوه وهن مسكينات في المطبخ وهن طيبين. ايوه به. ايوه انا مع الصبايا، انت بدري تهاجم اكيد انت أنا. أيوة طبعا اكيد هن اللي يتعبن حتى هن. صحيح ربي ان شاء الله نحن يعني ما حدش يقدر يعيش من غير انت الام والاخت والصديقه وانت كل كان ربي يحفظك. المراه والرجل هم الاساس في كل شيء يعني، مستحيل هذا يقعد من غير. وانا على راسي كل امراه والله غير مبصره. مبصره يعني اقدر بس نبي يعني وسط البلاد كيف كان يعني، في زي ما قلنا سوق الحوت، سوق الحشيش، الشوارع اللي غادي ذريح العم عمر مختار. أيه. كانت الناس كلها تلتم هناك تمشي هناك في الدواء، وتصدق ان كانوا اللي بين قرواطه وبدله ما صاروش بك. اكيد كانوا قاعدين في الصور قديمه حتى في مباراه كره القدم لما يمشوا يحضروا مباراه تلقاهم لابسين احدث الشعار وليها واحد القيافه وليها. المعلمين كانوا بمنتهى الشياكه زي ما نقولوا، بدالي وقراويط لانه هو صوره. ذكرتيني بالمعلمين، المعلمين كانوا يخافوا منهم اكثر من هلا. طبعا نحترموه والله، يخافوا منهم ما نبغوش يسالوا الاحترام اغرى. اكيد بقول احب نستني في الشارع ان نخش قاعد نكرس باش ما يعقلش. لما كان شعارنا قم للمعلم وفي التمجيد كاد المعلم ان يكون رسول. اي أيوة والله ربي يعطيهم صحة معلمينا كلهم اللي علمونا واللي ما زالوا قاعدين يعلموا، هم الجبهة الأولى هذه. أيوة أيوة الجبهة الأولى صح. بس هيك ما قلتلناش حاجة على المعلم، أنت لازم تدير حاجة على المعلم. صح والله. أيوة أيوة لازم حاجة. لازم مرة أخرى نسمع حاجة على المعلم إن شاء الله هتسمع. ما قلتش حاجة شكرت المرأة حتى هي لازم تديرها لنا. أنت ست الحبايب غالية وحبيبة. أيوة ها المرأة هذه أم كل واحد. أي والله هذه علي أغنية فايزة أحمد ست الحبايب يا حبيبة. واحد اسمه محمد سليني صديقي كنت قاعد عنده في الحوش قال لي كان كما شعارنا ما ديروا، جات أغنية فايزة أحمد في الراديو ست الحبايب يا حبيبة. أي والله قلت له محمد اللهجة بس تختلف بيني وبينه، لكن أعطيني بنينة ورقة وما بتكلميش ربع ساعة ونقول لك وقت ما شاء الله. وأنا مقام زنده في الحوش يحيى النرزة محمد سليني بيه. عطاني ورقة ومن قام نزل له، خليت شوية شاهي وبديت فيها بيه. قلت ست الحبايب غالية وحبيبة عطيتي حنانك بالوفاء والطيبة، يا الحنون رضاك وصى به رب الكون. اي والله معاك يمي للوصى منخون، انت جرحي بلسمة وطبيبة. اي والله يا ودادة يلي حنانك زاد فوق العادة، عقلك يجي مشغول وانا القادة، ودمعك على الغايب زاد سكيبة. أيوة. يا الوفية حملت المواجع والتعب والسيء، انت عمود البيت يمي وانت ضيا، طالب رضاكم ان الله يجيبه. أيوة. وست الحبايب غاليه وحبيبه عطيتي حنانك. اي أيوة والله الله يرحم امهاتنا اظني ما فيش اجمل من العالم. أبداً. اي أيوة والله الله ذكرتك حتى انا. انا ما عنديش اخت عرفتي بعد حتى انت بكيتي حتى انا بنيت. شكرا. انا ما عنديش خوات، امي جابت اربع ذكوره والاربع البنيات ماتن الا اربع الله يرحمها. فدرت وحده كلي مع نفسي مقمص، قلت يا ريت عندي اخت، يا ريت عندي اخت ونشاكيها. ايوه تنشد عليا كان غبت عليها، يا ريت عندي والله اخت. فيك كيف لختي والله. نقول يا ودادة عندي نعدك كيف ميتي وزيادة، اللي كانت تقدم في الركب سنادة. أيوة. يا عاستي هالوقت راني فيها، يا ريت عندي أخت ونشاكيها تنشد عليا كان غبت عليها. يا طويلة طبعا خطرها. ربي يحفظ الخوات اللي موجودات ويحفظ لخياتنا. أيوة. أيوة. أيوة.
وانستينا ونورتينا وشنو مازال نبو شي قصيده ولا اثنين اختارنا المره انت منك انت شنو احب قصيده عندك احب حاجه قلت والله عويلتي كلهم ما تقدرش انا عويلتي وبنيتي لكن لازم عندك حاجه لازم نقول لك واحده فكاهيه هذه بالمصري وبالليبي باه هذه بالمصري وبالليبي غير لنا جو غير لك الجو في مطرب اسمه اكمل مصري هذا يقول بعد الحب ده كله يا غالي يقول لي ازاي بعد وانساك عرفتيها؟ معروفه الاغنيه دي كانوا زمان ديما انا بالمسجلات في السيارات بيطلعوا انا درتها بالمصري وبالليبي شطرتين ليبيه وشطره مصريه سمعنا نقول بعد الحب ده كله يا غالي نطلب واجد ما نلقاك انت اللي ساكن في بالي قول لي ازاي بعد وانساك انت عارف طبعا حالي ما نتحمل يوم بلاك وابعد ليه وانا قلبي وبالي واخذني يا زين معاك زورك واجد جاء في خيالي وكل ما فيا بيتمناك انشد نجم الليل العالي الليالي نسهر في سباك انا مش ممكن مهما قرالي لا ما نعيش مغير اداك بعد الحب ده كله يا غالي نطلب واجد مراكان بالليبي ومن مصري سموها اصلا سموها كل شيء جميلة والله باي اكيد عندك مثلا قصيدة هيك ديما كلمة تزعل تقولها وعندك وحدة كلمة تفرح تقولها فشن القصيدة اللي تخليك مثلا تقعد زعلان ولما تقولها تطلع من ال انا داير حاجة على روحي بعد حد حاجتينا ايوه ها قلت صابرنين يا صبري زعلت صابرنين يا صبري زعلت على الايام ما جني زدار دار النيم في فكري رحلت خذيت مسار في روحي مسار يا لطيف سلاك الطريق في روحي حملت جنب الساس خطواتي كسار مسالم دوم راياتي حملت مع الزينين من رافض اشرار رضا الوالدين في الدنيا سالت سمعت القول قدامي جار جعلنا وين ما تمشي قبلت كيف الشمس في وضح النهار ناس اجواد بقلوبهم نزلت سمعت القول قدامي جهار ناس اجواد بقلوبهم نزلت بكل امان فتحوا لي الدار حمدت الله وبفضله وصلت المعدن بان ما فوق اخبار وصابرنين يا صبري زعلت على الايام ما جني الصعب ان شاء الله ربي يعطيك ايام كويسه اللي جايه كل المجال صدار وصدام في الخير ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله شنو تو انت حوشك طاح في الصابرين انا حوشي طاح انا اصلا حوشي مش لي الهلا واعطينا لهم انا عندي دار اربعه في الاربعه في البنكينه في البنكينه وهذه شنو اخبارها؟ والله من الحرب ما جيتها جو بيقتلوك فيها شنو حاط فيها؟ حاط فيها دبش الصيد وحاجه الصيد كيف جو بيقتلوك فيها؟ ما هو انا طبعا اول ما قلت قبل الكرامه قلت نبو جيش ونبو شرطه من ورطه نطيحوا في ورطه نبو جيش ونبو شرطه اما نبو جيش ونبو شرطه بيكملها للناس حاضر هاي نبو جيش ونبو شرطه لما تزوري حد اخويا لا عاد كلنا نبو جيش وشرطه بشو هذه يا ستي قبل الكرامه قلت نبو جيش ونبو شرطة من ورطة نطيحوا في ورطة نبو جيش ونبو شرطة نبو أمان هلنا ترتاح وتطمان نعيش بحقوق الإنسان والدولة بيديها السلطة نبو جيش ونبو شرطة نحن خوت عليش تضرونا على الموت بقينا حوت ياكل في حوت وما تعرف من الغلطة نبو جيش ونبو شرطة معاش عديت غادي للدار هذه بكل لا نمشي لا نمشي لا تو كويس نمشي لا يعني في ساعتها هذيك لا هذيك المدة ما عنجيتها اللي راحت فيها الفلوكة وراحت فيها أيوة. لكن تو يعوضنا الله اي والله يعوض ربي ان شاء الله لا تو نمشي نمشي ندير لها برمة تسليحة باه ايوه بيك المينا قبل كيف وتو كيف والبنكينة وذين كيف كانت قبل يعني كانت أحسن تو أحسن لا والله كانت أقل شيء قبل فيها نقابة وفيها ثروة بحرية وني تو ما تعرف فيها اثنين ثروة بحرية وظني بيديروا ثلاثة نقابة ما عرفناش مع من قاعدين كلها تجي على المكانات وتجي على السلطة الله يفرق بينهم تو البنكينة أنت ما عندكش فيها مكان تو عندي الدار اللي نحكي لك عليها الدار هذه بس هذه يعني كانت فيها الفلوكة حذاها لا الفلوكة في البحر في البحر اي يعني بس فلوكة على الرصيف عايش فيها وانا خطوتين عندي مخش الداري وعندي فيها تلفزيوني وعندي فيها معيني وحرامي اللي فيها غادي وتستقبل في ضيوفك غادي جاي اصحابي كلهم يجوا ايوه شن شكل الفلايك اللي كان عندكم من زمان؟ زمان لوح لوح
ولا كنت تطلعوا به تصيدوا؟ طبعا لكن كل مره طلع يصيني اللوحه بعد ايام. ايوه خدمت بها شهرين ثلاثه اربعه خمسه بعدها بطليها تبي مسمار لوحه. أيوة. فيها يعني مصانع ديران فيها ولا هذين كانوا زمان فينا تصنع فيه انا. كانوا في ناس ليبيين يصنعوا فيه بس الاغلبيه الله يكونهم يرحمهم ما عاش تو خشت ماده اخرى اسمها الفايبر جلاس. بلاستيك. بلاستيك. لكن احكي لك على اللوح ما زال فيه من اللوح. اللوح هذه بعد مده يطلعوها يقدروا يخبطوا فيها اللوحه اللي نافضه يعرفوها. اي. كيف اللوحه اللي صوتها عالي صوت اللي منفوخه. منفوخه يعني بعيده على اللوح اللي جوا. ايوه. يزودوها مسمار يقول عليه زودها مسمار. بيه. وما بين اللوحه واللوحه يحطوا في كيف القطن يحشوه بالفجاوي هذينا. اها. مش ما تسربش الميه. بيه. مع مع الستوك والزواق. ايوه عرفتي مع الستوك والزواق تقعد كاينة طالعة تو المصنع. شو مسميها في وقتك؟ انا كانت عندي وحدة اسمها ارزاق. ارزاق. وعندي وحدة اسمها حويوة. حويوة هذه صغيرة قاعدة لكن ارزاق هي. معنى حويوة؟ حويوة على بنت خويا. غالي عليك اكيد. بنت خويا بنت فتحي خويا مسميها حويوة. باهي باهي باهي. نحن طبعا الحديث معك لا يمل. لا يمل والله. ونتمنى ان نسمعه اكثر يعني ان شاء الله في القادم. لكن ان شاء الله نجوك المره الجايه وانت يديتك صحه وتوكلنا الحرايمي والحوت المشوي والمقلي والصياديه وكل شيء نحن لازم من. وعلى فكره الاكل وهني اكبر تحيه لصديقي جمال بالا صاحب المكان هذا واللي اعطانا الوليمه الجميله بصراحه اللي كلفناه اليوم وما قصرش معانا وهو حبيبي وصاحبي وصديقي وربي يفتحها عليه اكثر واكثر وخلي عويلته ويفرح بنيته. امين يا رب. لان قالك ما قصرت معانا يا جماعه. هو انت استضفتنا وانت استضفت روحك عند جمال بارا وفعلا انتوا اثنين ما قصرتوا الله يعطيكم الصحه والعافيه. هو اكثر ونحن فعلا نتمنى ان الحوت بتاعنا ينتشر في كل دول العالم لان عندنا طعم حوت غير طبيعي. ربي اعطانا 2000 كيلو متر. مظبوط صح. معبى حوت. ايوه. لكن نقدر نعيشوا منه احسن عيشه. مظبوط والله حتى رملتنا ما عندهم منها بك فعلا الله. جميله والشواطئ خاصه في الجبال الاخضر هذا تلقى الميه الحلوه والميه المالحه خلطات على بعضهم والشجار عندي شو الزويتينه زواره فيها بحر الزويتينه تعدي تاكل عود وتاكل عنب وكرموس. ايوه صبراته مصراته طرابلس كل الشواطئ بتاعنا زليتن الخمس يعني وين ما تمشي تلقى شط خيرات من ربي. أيوة ربي يعطينا خيرات حتى اللون التركواز اللي ما تلقاش في اي مكان. شكرا شكرا منورين بك. كانت سهرتنا حلوه وسمعنا اشعار حلوه وجميله وما زلنا طامعين لكن خلونا مره ثانيه ان شاء الله بعد فتره وهو صح وهو كويس ونمشوا للمينا وللبنكينه وناكلوها على الطبيعه باذن الله. تصحوا على خير ونتلاقوا على خير ومع السلامه. بيتكم سعيده. نا عابر سبيلي وانتي وقفت الرحيل انتي وقفت